بتحب الرمان؟ ده الحاج عبد الرحيم من اشهر الناس اللي شغاله في الرمان. اهلا وسهلا ومرحبا بيكم. تفتكر الفيديو ده هيجيب كام الف لايك؟ 20000 لايك. 20000 لايك؟ 20 ان شاء الله هنشوف الناس هتوصلوا ل 20000 ولا لا. احنا النهارده موجودين في سوق العبور، جايين ناخدكم في جوله عن الرمان علشان نعرف ازاي نختار الرمان الاحمر من جوه وايه احسن طريقه نفتح بيها الرمان. اسعار الرمان السنه دي بتبدا من 5 جنيه لغايه 10 جنيه. 5 جنيه ده لمين؟ للمشتري ولا للتاجر؟ لا للتاجر. للتاجر. لو انا واحد بحب اكل رمان، هل اختياري لنوع الرمان بيفرق في عدد الحب اللي جواها؟ يعني هل في انواع بيبقى فيها حب كتير وانواع الحب فيها بيبقى قليل؟ لو انت عايز تاكل رمان وعايز حبايه فيها حب كتير، هي الرمانه بتاعت اسيوط قشره رهيفه ونسبه القشر اقل من نسبه الحب. نسبة الحب ممكن توصل 60%، أما بالنسبة للرمان الصحراوي النسبة أقل من 50% في الحب لأن القشرة تخينة. في ناس كتير ما بتعرفش تفتح الرمان أو بياخد منها وقت كبير وهي بتفتحها، تعالوا دلوقتي نتعرف منهم إيه أسهل طريقة أفتح بيها الرمان. أمسك السكينة كده وأعمل كده مربعات كده وأكمل كده أهو، أجي في النص أشيل كده، أجي على الدنب هنا اخد شرطه كده، واحده تاني هنا، واحده تاني هنا، واحده تاني هنا، اربعه تاني لتحت، امسكهم كده اهو، اشيل الهد في النص كده تطلع معانا كده. الرمان فاكهة من فواكه الجنة وليه فوائد كتيرة جدا، مفيد للقلب والدم والبشرة، وعصير الرمان مفيد للجهاز الهضمي والذاكرة. رمان الصعيد حباية حمراء بره جوه وحلوة وتتاكد رمانة 10/10. رمان الصحراوي يعني تلقى فيه حباية بيضاء كده من الداخل من جوه. في أكتر من مكان بيزرع الرمان في مصر، بس يا ترى كل الأماكن زي بعض ولا في بلد معينة فيها أشهر رمان في مصر؟ من أشهر المحافظات في مصر بتنتج الرمان البلدي هي محافظة أسيوط، وأول محافظة اشتهرت بالرمان. بعد كده اتزرع في المناطق الصحراوية في وادي النطرون، في النوبارية لغاية اسكندرية، بتنتج برضو رمان صحراوي بس نوعية مختلفة عن رمان الصعيد. رمان الصعيد ده هو البلدي. دلوقتي لو انا واحد ما بعرفش اشتري رمان وقدامي احجام كتيرة منها الكبير ومنها الصغير، ازاي اعرف الرمان الحلوة من الوحشة؟ حجم الرمان ما بيفرقش بالطعم، اهم شيء اللون الداخلي ونسبة السكريات تكون عالية، ما بتفرقش لا حباية صغيرة او حباية كبيرة، الطعم واحد. من اغلى الرمان في العالم رمان الطائف، واللي الكرتونه منه بتوصل لألف ريال، والحبايه الواحده ب25 ريال، متخيلين؟ ده رمان وده رمان، ده بتاع اسيوط وده بتاع الصحراوي، ده شكله طعمه لون زي ما انت شايف كده، وده بص منظره ابيض ما فيهش طعم، ده رمان اسيوط تلاقي لونه احمر طعمه فيه عسل، ده رمان الصحراوي تلاقي لونه ابيض فاتح وطعم مش قوي زي الاسيوط. هل الرمان عامل زي البطيخ؟ يعني هل في رمان فيه قشر رقيق ورمان قشر تخين؟ ويا ترى مين احسن فيهم؟ هو رمان الصعيدي مميز، مميز بايه؟ القشره بتاعته رهيفه غير الصحراوي، الصحراوي القشره تخينه شويه. الاحجام بتاعه الصعيد يعني اغلبتها متوسطه مش عالية أكتر. زي ما الرمان فوائد كتير، لازم تاخد بالك إنه بيمنع امتصاص بعض الأدوية أو بيأثر على مفعولها، كمان بيرفع نسبة السكر في الدم. أول نوع من الرمان اللي هو بيشتغل في شهر 8 ده اللي هو 116 الرمان الحامض، ده أغلبيته بيخش مصانع أو بيتصنع منه جبس رمان. تعالوا دلوقتي نجرب نفتح رمانة بنفسنا نشوف حظنا يطلع حلو، تطلع حمرة من جوه ولا لا. بيقولوا إن إحنا نفتح الأول أول فتحة كده، وادي الزاوية الثانية، التالتة زي ما انتم شايفين كده، وادي الزاوية الرابعة كده، احنا عملنا شكل مربع. اللي بعد كده بقوم جاي شايل المربع اللي احنا عملناه ده حطه على جنب. الخطوة اللي بعد كده ان انا بفتح الزوايا، بقى باجي عند كل زاوية واعمل فتحة كده، الزاوية الثانية فتحة بنفس الكيفية، وادي الزاوية الثالثة والزاوية الأخيرة. بعد كده بنبدأ ان احنا نفتح كده، شايفين الرمانة حمراء زي من جوه، حظنا طلع حلو الحمد لله، وتفتح كده الزاوية الثانية، الزاوية الثالثة، وادي الزاوية الرابعة، وبنيجي نقوم جايين شايلين
الحته اللي في النص دي، وبكده الرمانه جاهزه ان احنا ننقض عليها. ودي كانت حلقه جديده مع الخيميائي عن الرمان، واشوفكم في حكايه جديده. سلام.